الاخوان كديرين بخير، لاباس عليكم، كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. مباشره من ثلاثة الاخوان بتاريخ 17 شهر 1 2023 الاخوان، وشكرا على التعليق الزوين اللي كتخدمنا كيما العاده الاخوان. يلا ندخلوا السوق ان شاء الله، نبارطاجي معكم ان شاء الله اي حاجه دخلات، وما تنساوش الاخوان اللي مشاركش معنا في القناه ديال وقت الاخوان، دخلوا انضموا لعائله علوان فلوغ، وتحياتي لكم. يلا ما تشوفين الاخوان، تبارك الله، اللهم بارك. 4:30 انتم الاخوان، وصل 4:30 ايش ثقافة هادشي؟ كان شغل الامان ديال الثقة، الثقة كاملة، بقاو تيحشو دابا بزاف، قول خرج من الليل، دار شد معاهم الضربة. شنو المركز اخويا هذا؟ بير قاسم. بير قاسم؟ بير قاسم، بير قاسم. كيف جات بير قاسم هذا؟ سيرة سيرة 4:30 مرقد الاخوان بير قاسم. تا وحده شي حمش عندك عندك اخو جا تشوف لي دار رجيت جوا شي فلوس ولا لا؟ وين اخو الناس؟ وين اخو جوا؟ واش بان لك؟ كا راسو اقول في المرقد ديال اخويا الحبيب قاسم، اخويا فين جاب قاسم؟ فين المرقد؟ تمارة تمارة تمارة. سير اخويا سير، يلا تجيب وتقل شويه الدردور. شوف مليح، شوف مليح، تقيعوينات
قلت تبارك الله ما شاء الله. بسم الله. تولعوا لنا الاخوان مع رئيسكم مليح تبارك الله. حمزه هذا ما بين بابا بيني نعطيك توك ولا ما تسمعش مزيان وتحياتي لباب مداودي كيجيب لنا خويا الملكي تبارك الله مليح ديما مليح الله يخلي فينا مليون باش قطعوا الاخوان رجع الاخوان هذا راه ما تبعش سير خويا عطينا النمره ديالك قلنا 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214